طيب يا شباب احنا كده اتكلمنا عن ايه في السكشن ده احنا اتكلمنا عن ايرور هاندلنج بشكل عام تمام شفنا ازاي الايرور بيشتغل جوه اكسبريس وازاي اكسبريس بيتكاتش الايرور ده وفي نفس الوقت احنا شفنا ان احنا ازاي بنعمل ميدل وير عشان نقدر نكاتش الايرور ده ونعمل عليه شويه كاستمايزيشن تمام كده اتكلمنا كمان ازاي ان احنا نعمل هاندلنج للراوتس ال او اللي مش معمول لها هاندلنج اتكلمنا كمان ان احنا نعمل كومبوننت او ريوزبل كلاس عشان اقدر استخدمه من اي مكان جوه الكود بتاعي تمام كده وعرفنا كمان ان احنا ازاي نميز واحنا بنعمل هاندل هاندل للايرورز بتاعتنا في الديفلوبمنت مود عن البرودكشن مود تمام كده بحيث ان احنا في الديفلوبمنت مود محتاجين نرجع الايرور بتفاصيل كتير اما في البرودكشن مود انا مش محتاج ارجع الايرور بتفاصيل كتير تمام كده اتكلمنا ازاي كمان ان احنا نعمل هاندلنج للايرور اللي بتحصل خارج الاكسبرس وشفنا ازاي ان احنا بننفذ ايفنت الايفنت ده بقدر من خلاله امسك اي ايرور ممكن او اسينك ايرور ممكن يحصل خارج الاكسبرس خد بالك كمان ان انت ممكن تعمل كمان زي ما احنا عملنا ايفنت يقدر يمسك الاسينك ايرور اللي بتحصل خارج الاكسبريس انت كمان في ايفنت تاني تقدر تمسك بيه السنك بقى السنك ايرور او السنك نورا سكود اللي ممكن يحصل خارج الاكسبريس بس انا كنت شايف ان ده لود يعني مش محتاج ان احنا ننفذه لان غالبا ما بيحصلش كتير تمام كده طيب في نفس الوقت قدرنا ان احنا نشوف اهميه الفاليديشن لاير بتاعتنا وازاي ان هي بتساعدنا ان احنا البرفورمانس بتاعنا بيكون افضل وفي نفس الوقت عملنا لها امبلمنتيشن على الكاتيجوريز وشفنا ازاي بنعمل لها امبلمنتيشن تمام كده يا شباب هنبدا بقى في السكشن الجاي نتكلم عن السب كاتيجوريز كراد اوبريشن وعن البراندس كراد اوبريشنز